avoid any confrontation with the enemy. He'll forget his evil ways and learn to love us. خلينا متفقين ان الاوسكار السنه دي كانت ترشيحاته مرضيه جدا، وان الافلام اللي ترشحت كانت حلوه، لان 2019 كانت سنه مليانه افلام حلوه وتعتبر من افضل السنين ان الافلام الحلوه نزلت فيها، وكانت سنه مليانه افلام كويسه. وانا كنت نزلت فيديو قلت فيه على التوقعات الافلام اللي انا ممكن تكسب والممثلين والمخرجين اللي انا كنت متوقع ان هم يكسبوا. بس لما الاوسكار خلص النهارده وجيت اتفرجت، ما اقدرش اقول لك برضه النتيجه اللي انا شفتها كانت وحشه، بس كان في حاجات ما كنتش متوقع ان ده يحصل، يعني في حاجات ما توقعتش ان دي تكسب. خلينا نتكلم وخلينا نقول ايه اللي هو كان حلو وايه اللي هو لا كنتش متوقع ان ده يكسب. فهنتكلم في الاول على الحاجات العاديه اللي هي مش ناس كتير تختلف عليها، ونتكلم بعد كده على الحاجات اللي الواحد يتفاجئ بيها. معاكم محمد ايهاب، بنتكلم عن اللي حصل في الاوسكار والافلام اللي انا كنت حاسس ان هي تستحق والحاجات اللي هي ما تستحقش. فخلينا نخش في الموضوع على طول ونتكلم عن اول حاجه افضل مؤثرات صوتيه 1917. مفيش اي كلام، 1917 كان حلو جدا والمؤثرات كانت حلوه، فهو يستاهل. فده اللي بقول لك ده من الحاجات العاديه اللي هي مش ناس كتير تختلف عليها. افضل الحان جوكر، ده انا متفق عليه جدا، تمام، متفق ان الجوكر كان التلحين بتاعه حلو والموسيقى كانت حلوه، وكان سبب من اسباب نجاح الفيلم وسبب ان هو متصدر الترشيحات في الاوسكار. يعني هو ترشح، خد ترشيحات كتير بس طبعا ما كسبهاش كلها. نخش بقى في افضل مؤثرات بصريه. 1917 دي صدمتني شويه، لاني انا مش بقول ان هو وحش، بس هو كان في افنجرز اند جيم، كان يعني انا شايف ان افنجرز كان يستحقها اكتر، لان الفيلم 90% مؤثرات بصريه، فما ياخدش اوسكار فده شيء ضايقني ان هو اند جيم ما خدش افضل مؤثرات بصريه. فدي حاجه من الحاجات اللي هي ضايقت الواحد شويه. افضل تصوير سينمائي 1917، مفيش اي كلام، الفيلم يستحق ان هو ياخد افضل تصوير سينمائي. روجو ديجنز عمل شغل زي الفل، والراجل ده يعني من احسن الناس اللي ممكن تتفرج عليهم في الافلام اللي هي بيحاول يخليك تعتقد ان هو تصوير شوت واحد او المشهد متاخد مره واحده. احسن واحد يعمل الموضوع ده هو روجو ديكنز، مفيش اي كلام، ده انا متفق معاه جدا وموافق عليه، فده شيء حلو. افضل نص مقتبس جوجو رابت، يعني مش ممكن، يعني جوجو رابت خد افضل سيناريو مقتبس وظهير شمال ما خدش والجوكر ما خدش. يعني جوجو رابت خد ترشيحات كتير وما كسبش غير ده بس، وكويس ان هو ما كسبش غير ده. انا شايف ان هو ما يستحقش اللي هو ياخد افضل سيناريو مقتبس، بس شايف ان هو يستحق انه ياخد دي. كان في ذا ايرش مان، كان في الجوكر، ما خدوش. ذا ايرش مان ما خدش ولا جايزه، ولا جايزه، خد ترشح كذا ترشيح ما خدش ولا جايزه. يعني نتفليكس بكميه الترشيحات اللي كانت مترشحه لها ما كسبتش غير شيء واحد، اللي هي لورا ديرن في الممثله المساعده، ده كانت الفيلم اللي عامله اللي هو في ماريج ستوري. مفيش اي حاجه تانية نتفليكس خدتها في كل الترشيحات اللي ترشحتها، فده شيء برضه يضايقك. زي ما قلت الايرش مان ما ترشحش وكان حلو، ماريج ستوري افضل ممثله مساعده، وافضل نص اصلي باراسايت. باراسايت يعني انا مفيش اي كلام، الفيلم رائع، والفيلم يعني من الافلام اللي اثبتت ان كوريا بتعمل افلام حلوه، هي من زمان بتعمل افلام حلوه، بس الفيلم ده هيخلي الناس تلتفت بعد كده للافلام الكوريه والافلام الاسيويه عموما، فده شيء حلو. افضل فيلم رسوم متحركه، افضل فيلم رسوم متحركه بالنسبه لي توي ستوري 4. يعني ما عجبنيش اصلا توي ستوري 4 كفيلم، ملوش اي 30 لازمه خالص. يعني جاب لك ان هو في الاخر ان هو هل وودي هيحب بقى العروسه دي وكده وكملوا مع بعض فرضنا مثلا، ولا عشان يبقى لعبه حر كده ومش وبقاش مسؤول عن اي طفل هو عنده، ده كانتش ليها لازمه. احنا كان لنا دعوه بالبطل اللي هو صاحب اللعبه اللي هو كان في الجزء الثالث ده، وبعد كده دخل الجامعه وخلاص، ده كان نهايه الجزء الثالث وكان احلى نهايه انك تقفل القصه. بس انت جيت عملت الجزء الرابع من توي ستوري والفيلم كان قصه تعبانه ما عجبتنيش برده، ما كانش ليها لازمه زي ما قلت. ف توي ستوري كأحسن فيلم رسوم متحركة ما عجبنيش. في أفلام كتيرة كانت حلوة، في فيلم نتفليكس برضو اترشح بس ما كسبش، وفي فيلم أنا لو كان فيلم هاو تيرن يور دراجون ذا هيدن وورلد كان كسب أنا كنت هقبلها، مفيش أي مشكلة، أنا بحب الأفلام دي أصلا، ولو كان كسب كنت هبقى راضي جدا. بس توي ستوري 4 ما يستحق، يعني حاسس إن هو صدمة كده. مفيش كلام، لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة، ده شيء حلو، ده شيء أنا قلته في الفيديو، وده الحمد لله من الحاجات اللي قلتها، قلت حاجات كتير ومش كلها طلعت صح، بس ده طلع صح الحمد لله. لولا ديرن كسبت وهي تستحق إن هي تكسب، مفيش أي كلام. أفضل ممثلة خدتها رينيه زوليجر، أعتقد ده النطق الصح بتاعها، لو نطقتها غلط معلش، لأني مش ممكن يكون نطق غلط، فلو غلط معلش أنا آسف. عن فيلم جودي خدت أحسن ممثلة، دي كانت صدمة بالنسبة لي، أنا قلت يا سكارليت جوهانسون أو ممكن شارليز ثرون، محدش يوم خدها. في برضه ممثلة بتاعت ليتل وومن ما كانتش وحشة، ما
ما خدتهاش، دي اللي خدتها في فيلم جودي. انا ما شفتش الفيلم بصراحه، ما اعتقدش ان انا ناوي اشوفه يعني. يعني كنت انا كشخص ما شفتش الفيلم، اللي هو ما اعتقدش ان هو الفيلم برضو الجامد قوي، ما اعتقدش ان هو من الافلام التقيله قوي. فبس ما جه ستوري، انا كنت قلت سكارليت هتكسب. سكارليت اترشحت افضل ممثله مساعده عن جوجو رابط، وافضل ممثله في ماريج ستوري. لا خدت دي ولا خدت دي، يعني الست بس كانت غايه في الحفله، كانت شكلها حلو جدا وكانت لابسه حلو وكل حاجه، وتحس انها كانت غايه مستعده مثلا تاخد اي جائزه او كده، بس ما خدتش اي حاجه. وانا شايف ان هي كانت تستحقها بصراحه. او تشارلي ثيرون مثلا، مفيش مشكله لو تشارلي ثيرون خدتها، مفيش اي مشكله معاه، مش هم حدش فيهم خدها. ده برضو من الحاجات اللي مش عجباني في الاوسكار. نيجي بقى الباراسايت نفسه، زي ما قلت خد افضل نص، دي حاجه، وخد ثلاث حاجات تانيين، اللي هو افضل مخرج بونج جو هو، ده اعتقد ده اسم، ده النطق الصح، بونج جو جون هو ده المخرج. الاخراج كان حلو، الاخراج كان حلو جدا، مفيش اي كلام، وفي مشاهد يعني كانت حلوه. والمشهد مثلا هو يعني لو في حرق جاري الحته دي شويه، لما كان بيرمي الطوبه على راس الشاب ده اللي هو المدرس، اللي هو جاب عيلته كلها تشتغل، لما رمى الطوبه عليه ده كان كمشهد يعتبر حلو، يعتبر ان هو مثلا ما رمش الطوبه او جاب لك المشهد من ناحيه ثانيه، لا جاب لك المشهد فعلا، ده مشهد من المشاهد الحلوه كتير في الفيلم. بس كان معاك برضه ناس تقال تانيين، كان عندك كوينتين تارانتينو، عندك توت فيليبس، عندك مارتن سكورسيزي، عندك سام مانديس، كلها اسماء حلوه جدا، ومحدش فيهم خد حاجه. زي ما قلت ذا ايرش مان ما خدش ولا حاجه، اترشح لحاجات كتير ما خدش ولا حاجه، وده معرفش ليه. يعني انا شايف انه يستحق جايزه من الجوائز اللي ترشح لها دي كلها، فيش ولا جايزه خالص. وانس ابون ا تايم اون هوليوود خد جايزه افضل انتاج، فخد حاجه. الجوكر خد برضه، 1917 خد برضه جايزه من الجوائز. باراسايت طبعا طغى على اغلبيه الجوائز، بس ايرش مان ما خدش ليه خالص ولا جايزه، ليه يعني انا مش عارف. بس مارتن سكورسيزي طبعا كان مسمع هناك، ولما طلع المخرج بتاع باراسايت اتكلم، والناس كلها قامت سقفت لمارتن سكورسيزي، مديرا لمارتن سكورسيزي قصدي، فده شيء حلو جدا. بس زي ما قلت متضايق ان ظاهر شمال ما خدش ولا جايزه من اللي ترشح له، وهو يستحق جايزه من اي جايزه من ترشح لهم، بس ما خدش ولا جايزه. افضل فيلم دولي باراسايت، تمام انا مفيش اي مشكله في الموضوع ده، افضل فيلم دولي اوكي، لانه فيلم اجنبي كان حلو، فمفيش اي مشكله، يستحق ان هو ياخد افضل فيلم لانه فيلم حلو، تمام. نيجي بعد كده افضل فيلم باراسايت، مش ممكن يا جدعان، باراسايت برضو تاني. فورد فيرسس فيراري كان برضو مترشح، في الجوكر، في بونس ابون تايم ان هوليوود، في ذا ايرش مان، في مارج ستوري، في جوجو رابت، في ليتل وومن، كل دي افلام كانت بترشحها، باراسايت هو اللي خدها. يعني انا شايف ان كده دي ظلم، دي انا شايف ان دي ظلم. يعني اي نعم الفيلم خد كذا كذا اوكي يستحقها، بس بعد كده تيجي تبص زي ما قلت لا كده مش صح. باراسايت شايف ان هو فيلم حلو، بس في افلام تانية برضو، في ذا ايرش مان، في الجوكر، في وانس ابون ا تايم ان هوليوود، في 1917. باراسايت كتير خد الجوائز كتير قوي شايفها، بس طبعا مفيش سنه لسنين ازم الاوسكار يبقى الناس كلها راضيه عنه، ده عادي، ده شيء عادي، مفيش شيء تقدر تتفق عليه في الاوسكار خالص في السنين دي. يعني مفيش مره ممكن تقول انك تتفق مع اللي الاوسكار بيطلعه او بيعمله، فانا شايف ان ده عادي، من كل سنه يبقى في شيء انت معترض عليه، ده عادي. نيجي بقى لافضل ممثل مساعد، براد بيت يستحقها، مفيش كلام. براد بيت يعتقد كل الجوائز اللي ترشح لها في السنه دي عن فيلم وانس ابون ا تايم ان هوليوود اترشح لها وخدها، ومفيش اي مشكله، انا راضي عن الموضوع ده. نيجي بقى لافضل حاجه، زي ما قلت من شويه، مفيش في ناس، يعني مش كل الناس تقدر تتفق على شيء، احنا دلوقتي نقدر نتفق الوكيل فينيكس هو يستحق الجائزه دي، الناس كلها تتفق ان هو يستحق الجائزه دي، عن نفسي انا وعن الناس اللي حواليا والناس اللي اعرفهم وكده، ان هو يستحق انه ياخد افضل ممثل عن فيلم الجوكر. وهنا نقدر نقول ان الجوكر اتعمل مرتين، فيلم ذا دارك نايت و الفيلم ده. جوكر هيث ليدجر خده، بس طبعا كان مات، بس هو خد الجائزه دي. واكين فينيكس خد برده جائزه عن الجوكر، يعني فيلمين اتعملوا للجوكر واتنين عملوا الشخصيه حلو، والاتنين خدوا الاوسكار عليه، وهو يستحقها فعلا. الراجل يعني كان تحسه بيرترعش كده، هو عمال بيتكلم شويه مش عارف يجمع الكلام، فانا بجد هو يستحق الجائزه دي، وده شيء، ده الشيء الوحيد انا راضي عنه 100% من الجوائز. يعني في حاجات انا قلت راضي عنها، بس ايه في شويه شكوك كده جوايا، ممكن اقول لا في حاجه ثانيه مش عارف ايه تستحقها، بس ده الشيء الوحيد اللي انا متفق عليه 100%، او افضل ممثل يستحق الجائزه هو واكين فينيكس، مفيش اي كلام. فده كانت يعني رايي في الاوسكار، وبعد ما اول مره اسهر بقى واقعد اتفرج على الاوسكار، تمام اخيرا خلصت وعملت المراجعه، ولو المراجعه عجبتكم يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. كان معكم محمد ايهاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. And the Oscar goes to...
Joaquin Phoenix, Joker. This is the first Oscar and fourth nomination for Joaquin Phoenix. Sorry.